مرحبا اصدقائي، اليوم احنا في فيكتوريا وهذا المكان اسمه ذا بوتشارد جاردنز، موجود في مقاطعه بريتش كولومبيا. راح نكون اليوم في زياره هذا المكان ونشوفه وفي جوله مع الزهور واضافه الى الطبيعه. تعالوا وياي، راح تكون هاي السفره سريعه ويا هذا المكان اللي في فيكتوريا. هذا المدخل مالته، هذه الزهور كلها طبيعية تشوفون. مكان بقمة الروعة والمناظر الطبيعية يفتح القلب، اللي يجون يشوفوه الكل. هذا المكان جدا روعة، يعني الورد هنا كله طبيعي، فشي مخيف جدا روعة. هذا الفيديو خاص لأصدقائي في العراق وكندا، تشوفون الطبيعة. نافورة جدا روعة. الشجرة، شوف السمك مالتها، باع السمك مال هاي الشجرة. هاي الشجرة عمرها فد 1000 سنة، طبعا هاي ب 1934 باع السمك مالتها، والعرضها مو طبيعي زين. هذا المنظر جدا حلو، اللون البنفسجي، البنات يحبوا السيدات تجلسهم يم اللون البنفسجي في المي. هاي الحديقة الصينية جابانيز جاردن،
شوف منظرها يخبل. خاتمة المكان هذا اليوم كنا في دا نطلع من المكان شفت هاي الموظفة دا تنظف القاع. شوف القاع دي نظيفة هي بس تصيب اكو بقعة صغيرة قاعد تنظفها راح نروح من يمها وسعدي ثاني طبعا. غريبة ناس تحافظ على البيئة وتعتني بالسياحة مالتها بعكس الدول بعض الدول العربية و وبعض المكانات اللي عندنا بالعراق يستفادون من عندها. دا تشوفون باعون ارجع طلعت مكان وهذا مكان ثاني هي بتنظف القاع هاي وهي القاع نظيفه. تحياتي لكم وهي رساله الى مالت بغداد. يا بلزق إنا لذقت الذين كفروا لذقت جونس الدباعي العالم وين؟ كانت سفرتنا اليوم أو جولتنا في بوتشارد جاردنز اللي موجودة في فيكتوريا وراح نختمها في الشطرنج وهذا المكان اللي خاص بالشطرنج لمحبي الشطرنج. تقبلوا تحياتي وتحيات العاقدة وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات أخرى. مع السلامة.